بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الإعداد، إن شاء الله النهاردة معانا درس الجرامر يونت 1 لسن 1 and 2، يعني درس القواعد عندنا على الدرس الأول والثاني من الوحدة الأولى. طبعا الدرس بيتكلم عن prepositions of time and place، يعني حروف الجر الخاصة بالزمان والمكان. prepositions of time and place. قبل ما نبدأ كلنا مع بعض، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بالنسبة عندنا عندنا ثلاث حروف أساسية لابد نركز في differences between them. حرف الجر in، امتى بستخدم in وامتى بستخدم on وامتى بستخدم at. on in at، طبعا دول اهم ثلاث حروف اليونت مركز عليهم. بالنسبة لحرف الجر in، اول استخدام بيجي مع شهور السنة. شهور السنة in، اقول Alexandria is crowded in August. in August، in August، يبقى number one شهور السنة. معنا المدن الكبيرة والصغيرة، he lives in London، يبقى he lives in Cairo، he lives in for example he lives in new دمياط، يعني دمياط الجديدة. طبعا دي مدينة صغيرة، في عندنا مدينة كبيرة دمياط وفي عندنا مدينة صغيرة نيو دمياط. يبقى سواء مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة بنجيب معها حرف الجر إن، يبقى إن مع شهور السنة مع المدن الصغيرة والكبيرة. قالينا مع years السنوات، أقول in 1992، in 2005، decades العقد، العقد اللي هو بيبقى فيه نهاية حرف الاس in the، وناخد بالنا ان بيجي معاه the. in the 1990s، in the 1990s، طبعا هنا بنجيب حرف الجر in، يبقى مع العقود. مع القرن، in the 20th century، في القرن العشرين، in the 20th century. مع اللي هي الأزمنة الطويلة، in the ice age، in the ice age، يعني في العصر الجليدي. in the stone age، in the stone age، يعني اللي هو العصر الحجري. يبقى عندنا حرف الجر in بيجي مع شهور السنة، مع المدن الصغيرة والكبيرة، مع عندنا العقود، مع العقود، مع القرون، مع العصر أو الأزمنة الطويلة. يعني مثلا زي ما أنا قلت كده، العصر الحجري in the ice age، in the ice age العصر الجليدي، in the stone age العصر الحجري. يبقى مرة تانية، شهور السنة، السنوات، العقود، القرون، الأزمنة الطويلة. مع الكونتريز والكونتيننتس، يعني الدول والقارات، يبقى المدن الصغيرة والكبيرة والدول والقارات بنجيب إن. My father is in America، my father is in America. Egypt is in Africa، for example مثلا عايز أقول Egypt يعني مصر، Egypt is in Africa يعني مصر دي دولة موجودة في أفريقيا. Egypt is in Africa، Egypt is in Africa. يبقى عندنا هنا حرف الجر in، يبقى مرة تانية in بيجي مع الدول، المدن الصغيرة والكبيرة والدول والقارات. مع فصول السنة، in winter، in summer، in fall. I like traveling to Aswan in winter، يبقى عندنا in winter، in summer يعني فصل الصيف، in autumn، autumn اللي هو فصل الخريف، ممكن أقول autumn أو fall، ممكن أقول عليه in fall، fall برضو معناه فصل الخريف. in spring، spring اللي هو فصل الربيع، in spring. يبقى عندنا فصول السنة بنجيب معاها in، in summer، in winter، in autumn، in spring. inside an object inside building room، يعني ما بداخل، بنقول في يعني بداخل. your passport is in the drawer، يعني الباسبورت في اللي هو الدرج. in the drawer، they have been in the travel agents for an hour. in the travel يعني في وكالة السفر. يبقى in اللي هو مقصود بها ما بداخل الشيء أو المبنى، عارفين ان in معناها في، ما بداخل الشيء بنقول in،
Parts of the day وناخد بالنا يعني ايه parts فترات اليوم مع فترات اليوم بنجيب in the morning in the afternoon in the evening بنجيب مع حرف الجر in my train leaves in the morning ما عدا night ان شاء الله نضيفها الوقت الات night بيجي معاها at برضه ممكن اجيب night معاها in او in the night in the night لكن at night فقط مرة تانية in the morning in the afternoon in the evening large areas that are around us يعني مناطق كبيرة من حوالينا we are spending our next holiday in the countryside in the countryside يعني في الريف يبقى مرة تانية in من يقول لكل حروف in بتيجي مع مين بالترتيبها أول حاجة شهور السنة أول حاجة شهور السنة شهور السنة اتنين السنوات اتنين السنوات تلاتة العقود والأربعة القرون والعصور اللي هي الأزمنة الطويلة بعد كده عندنا رقم 3 فصول السنة فصول السنة يبقى الشهور السنين والعقود والقرون والعصور والأزمنة الطويلة بعد كده رقم 3 فصول السنة بعد كده فصول اللي هو فترات اليوم رقم 4 فترات اليوم 5 الدول والقارات المدن الصغيرة والمدن الكبيرة والدول والقارات وما بداخل الشيء وما بداخل الشيء يبقى ده بالنسبة لحرف الجر إن مين يسمع لحرف الجر إن كده مع بعض ها عايزاكم تقولهم لوحدكم أول حاجة شهور السنة in April and August مع السنين والعقود والقرون والعصور والأزمنة الطويلة بعد كده رقم 3 فصول السنة in summer in autumn in August in summer, in winter, in fall رقم 4 مع فترات اليوم in the morning, in the afternoon, in the evening رقم 5 مع المدن الكبيرة والصغيرة رقم 6 مع الدول والقارات رقم 7 ما بداخل الشيء يعني بتساوي في المعنى إن يعني في يبقى دي نمبر 1 شهور السنة نمبر 2 السنين والعقود والقرون والعصور الطويلة والأزمنة رقم 3 فصول السنة نمبر 4 فترات اليوم رقم 4 فترات اليوم يبقى 4 معانا فترات اليوم رقم 5 المدن الصغيرة والكبيرة رقم 5 المدن الكبيرة والصغيرة رقم 6 الدول والقارات الدول والقارات رقم 7 ما بداخل الشيء رقم 7 ما بداخل الشيء 7 حاجات لابد نكون حافظينها شهور السنة سنين عقود قرون عصور وأزمنة طويلة 2 رقم 3 فصول السنة رقم 4 فترات اليوم مدن صغيرة وكبيرة دول وقارات ما بداخل الشيء بنقول عليه حرف الجر إن قال لنا ناخد بالنا أنت قلت لي الأماكن بيجي معها إن سواء صغيرة أو كبيرة طيب في برضو تعبيرات بيجي معها إن اللي هي رقم 8 نحفظها كويس جدا تعبيرات بيجي معها إن اللي هي فترات أو أجزاء زمنية أقول in a minute in a minute in an hour in an hour in two days in front of كإكسبريشن يتحفظ in the middle في الوسط in the future في المستقبل in the end في النهاية أو finally مرة تانية in بتيجي مع مين بتيجي مع جزء من الزمن زي ايه جزء من الزمن اللي هو in a minute in a minute in an hour in an hour in two days in two days عندنا تعبيرات زي in front of in the middle in the future in the future in the end finally finally يبقى مين يسمع لي الثمان حاجات اللي بيجي معاها إن ها كلنا نغمض عينينا نغمض ونذكرهم له مع بعض أول حاجة ها مين يقول لي نمبر وان أول حاجة قلنا إيه؟ أيوة نمبر وان شهور السنة أول حاجة خالص شهور السنة بيجي مع إن رقم اتنين مع السنين والعقود والقرون والأزمنة والعصور يبقى رقم اتنين رقم تلاتة فصول السنة رقم تلاتة فصول السنة رقم أربعة فترات اليوم رقم خمسة المدن الصغيرة والكبيرة رقم 6 الدول والقارات رقم 7 ما بداخل الشيء ما بداخل الشيء أو ما يحيط بنا رقم 8 مع تعبيرات أو مع
جزء من الزمن in a minute, in an hour, in 2 days, في expressions برضو in front of, in the middle, in the future, in the end. كل دول يجي معاهم إن. قالنا ناخد بالنا إن ممكن المكان نجيب معته بس مع أفعال الحركة. يعني إيه؟ يعني الفعل come, go, move, run, walk, fly, travel, يعني في حركة. الأفعال دي بيجي معاه تو. Was it hot when you went to London؟ ما قلتش بقى when you went in London, to London, لأن أنت كنت تذهب لندن. Come from, ممكن أقول come from London for example. To or to England, to fly to England. Travel to Paris, travel to. يبقى عندنا أفعال الحركة مع المدن بيجي معاها, مع المدن والبلاد بيجي معاها to. أفعال الحركة سواء come أو go أو move أو run أو walk أو fly أو travel. الأفعال دي بيجي معاها to أو from, وليس mean وليس in. برضو بقول لنا we use when we are inside, اللي هو وسائل المواصلات. عارفين وسائل المواصلات بتسبق بحرف الجر باي, أما إذا سبقت بأداة التعريف الإيه أو الآن أو الزا أو ضمير ملكية بجيب كلهم on, ما عدا التلاتة بجيب معهم in, اللي هي الوسائل المواصلات الخاصة تقريبا, كان الحاجة الواحد ممكن يمتلكها زي in my car, in my car, سيارتي, in his taxi, in the helicopter. يبقى مرة تانية وسائل المواصلات, وسائل المواصلات إذا سبقت بأداة نكرة أو معرفة أو صفة ملكية مع car وtaxi وhelicopter بجيب معهم in. مرة تانية وسائل المواصلات إذا سبقت بأداة تعريف أو ضمير ملكية أو ضمير ملكية بنجيب معها in, اللي هما الثلاثة فقط car وtaxi وhelicopter. in my car, in his taxi, in the helicopter. ده بالنسبة لحرف الجر in. حفظنا حرف الجر in كويس؟ ها من يراجع معي؟ ها حرف الجر in بيجي مع شهور السنة, ها السنوات والعقود والأزمنة والقرون. رقم 3 بيجي مع فصول السنة. رقم 4 فترات اليوم, المدن الصغيرة والكبيرة, البلاد والبلاد والقارات. عندنا رقم اللي هي رقم 6. رقم 7 بيجي مع بيدل على ما بداخل الشيء, إن يعني فيه. رقم 8 مع جزء من الزمن, in a day, in a minute, in 2 days, in front of expression, يتحفظ تعبيرات, in the middle, in the future. دي بيجي مع إن. إمتى حرف الجر إن ما يجيش مع المدن والبلاد؟ لو هي الفعل بتاعي بيدل على الحركة, يعني سواء come, go, move, run, walk, fly, دي أفعال حركة, أو travel, travel to Paris, fly to Paris, walk to school, walk to for example, walk to the city, walk to the countryside and so on. برضو بالنسبة لوسائل المواصلات, 3 وسائل مواصلات إذا سبقت بأداة تعريف أو ضمير ملكية بنجيب معاه إن, اللي هي car وtaxi وhelicopter. نيجي بقى الحرف الجر on, كلنا حفظنا إن, تعالوا on. on أول حاجة معانا أيام الأسبوع. أيام الأسبوع بجيب معاها on. on Monday, on Tuesday, on Friday. يبقى on بتيجي مع أيام الأسبوع. يبقى number one we visit our grandparents on Friday. number two dates التواريخ, dates التاريخ نفسه. يبقى number two dates. we moved into this house on 7th May. طبعا ده تاريخ, on the 7th May 2015. فالتاريخ بنجيب معاه on. special dates, special dates يعني تواريخ خاصة. on my birthday I get a lot of friends on my birthday. تواريخ خاصة أو مميزة بنجيب معاها on. يبقى on مع أيام الأسبوع. رقم 2 أيام الأسبوع. رقم 2 مع التاريخ. رقم 3 مع التواريخ المميزة. on my holiday, on my birthday, on my wedding day يعني في يوم عيد ميلادي. نمبر مع وقع على أو على سطح. عارفين إن on معناها على, يبقى هنا كام معنى on يعني على, معنى on يعني على. في الطوابق أقول لك on the second floor, in the first floor, on the ground floor, بنجيب معاه حرف الجر on. يبقى الطوابق سواء الطابق الأرضي ground, سواء الطابق الأول the first, الثاني the second, بنجيب معاه on. يبقى مع كلمة طابق. مع أو تقع على
يقع على نهر أو على طريق أو على ساحل. مالك on a river يعني على اللي هو النهر. on a river. on a road يعني على الطريق. on the coast يعني على الساحل. هنا معناها أصلا on. يبقى on a river, on a road, on a coast. on the coast. on a river, on a road, on the coast. بيجي معها حرف الجر on. يبقى أيام الأسبوع. التواريخ. التواريخ الخاصة. موقع على أي سطح. طابق في مبنى. يقع على نهر أو طريق أو ساحل. بعد كده بقولنا ممكن نستخدمها ما expressions، تعبيرات كده بتبقى دي تعبيرات ثابتة أو عبارات ثابتة. on the left. on the left. on the right. on the left يعني على اليمين، على اليسار. on the left على اليمين. on the right يبقى on the left. on the right. on a map على الخريطة. on a menu في قائمة الطعام. on a list في القائمة. on a page. on a website. on the way to في طريقه إلى. on the way to. في عندنا on the internet. on the internet. on TV في عندنا برضو on TV. في عندنا on the internet يعني على موقع. on the internet. يبقى عندنا on the left, on the right, on a map, on a menu, on a list, on a page, on a website, on the way to, on TV, on the internet. كل دول بيجوا معاهم مين؟ معاهم on. طبعا بالنسبة بقى لوسائل المواصلات، انت قلت in a car و in a taxi و in a helicopter. اي وسيلة تانية بنجيب معاها on. اقول مثلا on a motorbike, on a horse, on a horse, on a ship and so on. on a plane, on a train, on a bus. يبقى ممكن اقول on a bus, on a bus, on a train, on a plane, on a ship, on a bike, on a motorbike, on a horse. لكن عندنا in a taxi و in a car و in a helicopter. يبقى مرة تانية حرف الجر on. ها من يفكرني on أول حاجة أيام الأسبوع. أيام الأسبوع on. أيام الأسبوع on. التواريخ on. أيام الأسبوع on. رقم اتنين التواريخ on. تواريخ خاصة أو مميزة on my birthday. on my birthday, on my wedding day. حروف كمعنى على. on على. on the table يعني على المضادة. on the chair على الكرسي. الطوابق اللي في المنزل بنجيب معها on. on the second floor, on the first floor, on the ground floor. رقم خمسة on a river على النهر. on a road على الطريق. on the coast يعني على الساحل. برضو بيستخدم on مع تعبيرات ثابتة زي on the left, on the right, on the left, on the right, on a map, on a menu, on a map, on a map, on a menu, on a list, on a page, on a website, on the way to, on TV, on the internet, on the radio برضو أو on a radio. طيب بالنسبة لوسائل المواصلات كنا بنقول إن ثلاثة car وtaxi وhelicopter لم يكن قبلهم حرف، لم يكن قبلهم أداة تعريف أو ضمير ملكية. برضو جميع باقي الوسائل المواصلات بنجيب معاها on زي on a bus, on a train, on a plane, on a ship, on a bike, on a motorbike, on a horse. برضو عندنا on foot. on foot يعني سيرا على الأقدام. on foot يعني سيرا على الأقدام بنسميها on foot. طيب إيه كمان ناخد بالنا بقى من الملحوظة دي؟ لو أنا جالي يوم وجالي فترة، إحنا قلنا فترات اليوم بيجي معاها إن، وأيام الأسبوع بيجي معاها on. طب لو جالي يوم مع فترة بنجيب on. ليه؟ لأن أنا بذكر اليوم. افتكر كده إن أنت بتقول اليوم الأول on Monday morning. اليوم بيجي معاه إيه؟ بيجي معاه on. يبقى أنا ذكرت اليوم هجيب on. on Monday morning. لكن in the morning. in the morning الوحيدة in the morning. لكن on Monday morning يبقى we are flying to London in the morning أو on Monday morning. يبقى تاني فترات اليوم in، لكن فترات اليوم لو جت مع اليوم بنجيب معها on لأن بذكر اليوم وبعدين الفترة. فأنا بذكر اليوم، اليوم ده بيجي معه إيه؟ بفتكر كده إن أنا هذكر اليوم الأول يبقى أنا هجيب واليوم بيجي معه on. on Monday morning يبقى حرف الجر جه للكلمة الأولى اللي هي أيام الأسبوع. طيب بقولنا we don't use a prepositions، ناخد بالنا من الملحوظة دي كويس جدا. we don't use a preposition with tomorrow يعني ما بنستخدمش حرف جر مع
كلمة tomorrow أو yesterday أو yesterday morning أو tomorrow morning، أي expression من دول. يبقى كلمة tomorrow yesterday ما بجيش معهم حروف الجر، حتى لو جم معهم فترة برضو ما نذكرش حرف الجر. We are flying to London tomorrow morning. We are flying to London tomorrow morning. We traveled to London yesterday morning. يبقى هنا كلمة tomorrow yesterday ما بجيش معهم حرف جر، حتى لو جم معهم فترة ما بجيش معهم حرف جر. إمتى بجيب معهم حرف جر؟ in the morning yesterday. لو انا قلت in the morning yesterday، لو انا جبت in الاول، لو انا قلت الفترة الاول اقول in، ممكن اقول in a morning، in the morning yesterday، in the morning yesterday. هنا ممكن احط حرف الجر in، لكن لو ذكرت الـ yesterday او tomorrow الاول ما نجيبش معهم حاجة. يبقى كلمة tomorrow و yesterday أصلا الاتنين دول tomorrow و yesterday ما بجيش معهم حروف جر. لو ذكرت كلمة tomorrow و yesterday قبل الفترة ما بنجيبش حرف جر، ولكن لو ذكرت الفترة الأول هذكر حرف الجر اللي هو in the morning yesterday، in the afternoon tomorrow، وهكذا. كده خلصنا on. يبقى خدنا in وخدنا on. مني فكرني بon قبل ما ننتقل لat. أول حاجة أيام الأسبوع، أيام الأسبوع. تاني حاجة التاريخ، رقم اتنين التاريخ. رقم تلاتة لو ذكرنا اللي هو يوم مميز، on my birthday، on Christmas day، on Christmas، on Christmas الأعياد، on Christmas اللي هو العيد نفسه، نقول لك on Christmas يعني في الكريسماس، on Christmas، on Christmas اللي هو في العيد الكريسماس. في عندنا on لو بتدل على معناها على، يعني على شيء، على أو موقع على أو على سطح شيء، في الطوابق على نهر، on a river، on a road، on the coast على نهر أو على طريق. عندنا on مع التعبيرات دي برضو، on the left، on the right، on a menu، on a list، on a map، on a website، on TV، on the internet. كل دول بيجي معاهم on. امتى ما بجيبش on يا حلوين؟ لو ها ما بنجيبش on مع yesterday ومع morning، مع yesterday وtomorrow، مع yesterday وtomorrow. الاثنين دول ما بنجيبش معهم حرف جر، ولو حتى ذكرت معهم فترة هم انذكروا الأول ما بنجيبش حرف جر، ولكن لو ذكرت الفترة قبلهم بجيب معها حرف الجر اللي هي إن. وسائل المواصلات كلها on ما عدا car وtaxi وhelicopter. نيجي عندنا لحرف الجر at، سهلة جدا at. at بتيجي مع الساعة، أول حاجة at بتيجي مع الساعة. أقول لك I usually get up at 7 a.m. I usually get up at 7 a.m. يبقى الساعة بجيب مع at 6 o'clock، at 7 o'clock، وهكذا. يبقى الساعة at. في فترات الأجازة at Christmas، at Christmas يعني في الكريسماس، at Christmas. يبقى لسه قايلين Christmas، يبقى at Christmas أجازة، في الكريسماس أجازة. There are a lot of things to do at the weekends، at the weekends. طب انت لسه قايله لي حالا ان كريسماس بيجي معاه on، بس لما نقول كريسماس day، يعني هنا لما كنا بنقول كريسماس day اهي، on Christmas day، on Christmas day يعني في يوم الكريسماس. يبقى كريسماس فقط نحط معاه at، اما كريسماس day نحط معاه on. يبقى on Christmas day، on Christmas day يعني طبعا ده يوم مميز او يوم خاص في يوم الكريسماس، لكن في الكريسماس at يعتبر اجازة، at Christmas. يبقى عندنا الساعة، فترات الاجازات at Christmas، at the weekends، at the weekends. في عندنا في اللي هو الشارع او تحديد العناوين بدقة، I live at 115 احمد الرابي ستريت. يبقى الشارع او العنوان بيجي مع حرف الجر at. في الاكتيفيتيز الانشطة، in a building، I have tennis lessons at the sports center، at the sports center. يبقى at بتيجي مع اللي هي الأنشطة في مكان معين. بالآخر كده في الأماكن الصغيرة، يعني الأماكن الصغيرة الأماكن اللي جوا، أمالك at school، at home، at، ممكن أقول الأماكن الصغيرة اللي جوا المكان نفسه، at home ممكن أقولها، at home ممكن أقول، at school يعني في المدرسة، at school، at hospital، at the zoo، at the park، وهكذا. يبقى في الأماكن الصغيرة بجيب at، الأماكن اللي هي صغيرة أو جوه مكان. عندنا في عندنا expressions تتحفظ بيجي معاها at، at the moment، at the minute، at the moment، at the minute، at present، at this time now، at the same time، at the same time، at the bus stop.
طبعا دي أماكن صغيرة. at the bus stop، at the door، عند الباب at the door، at the end of، في عندنا in the end، in the end، وفي عندنا at the end of. لو عندنا of يبقى at the end of يعني في النهاية. مرة تانية، الساعة at، فترات الأجازة at the week، at Christmas، at the weekends، في اللي عن قبل العنوان أحمد عراب، at أحمد عراب ستريت، في الأنشطة لمكان معين أو الأماكن الصغيرة عموما، at the sports center، في المركز الرياضي، ده مكان صغير يعني داخل المكان نفسه، at home، at school، at the bank، وهكذا. عندنا expressions بيجي معاها at، زي at the moment، at the moment، at the minute، at the moment، at the minute، at the minute. طب احنا قلنا in a minute، in a minute، خدوا بالكم في الفرق، دي at the minute، دي هي in a minute، in a minute، in an hour، يبقى in a minute على طول، لكن the أو at the minute، at the minute، at present في الوقت الحالي، at this time يعني معناها now، at this time يعني الآن، at the same time، at the same time، at the bus stop، at the bus stop، at the door يعني على الباب، at the end of، at the end of، لكن في عندنا in the end، في عندنا in the end فقط يعني في النهاية، in the end، يبقى في عندنا in the end وعندنا at the end of، in the end و at the end of. برضو عندنا هنا في عندنا in a minute، ناخد بالنا في عندنا in a minute و at the minute، in a minute، برضو ناخد فرق ما بينهم، هنا قلت at the minute لكن a minute، in a minute يعني في دقيقة، يبقى هنا a يبقى in، أما the بتبقى at، يبقى at the moment، at the minute، at present، at this time، at the same time، at the bus stop، at the door، at the end of، لكن in the end، in the end في النهاية، in a minute. طيب في ملاحظات لابد ناخد بالنا منها، تعالوا نقولها مع بعض. طبعا احنا ذكرناهم، قلنا at Christmas، at Christmas، اقول at Christmas، لكن لو ذكرت day اقول on Christmas day، on Christmas day. ناخد بالنا تاني، يبقى at Christmas دي معناها اجازة، في اجازة الكريسماس، لكن on Christmas day يعني يوم مميز او خاص، on Christmas day. برضو عندنا ممكن اقول at the year، at the new year، في العام الجديد، at the new year، لكن لو قلت on new year's day، لو ذكرت day معها on new year's day، عارفين ان day اليوم بيجي معها on، عشان كده on christmas day، on new year's day. ناخد بالنا تاني، يبقى لو قلت at اقول at christmas، او on christmas day، on christmas day، at the week، at the new year، at the new year في العام الجديد، on new year's day، طبعا اصبح يوم مميز، on New Year's Day. At Christmas، do you give each other presents at Christmas، في عيد الكريسماس، أو on Christmas Day، في يوم الكريسماس، ده يوم مميز. في عندنا ناخد بالنا برضو كلمة night، بقول at night، at night معناه during nights in general يعني في الليل عموما، لكن لو بحدد in the night، in the night، in the night يعني في الليل، يبقى ممكن أقول at night أو in the night. At night general يعني عامة، I watch TV at night، بتشاهد التلفزيون في الليل، لكن لو بحدد I was awoke in the night thinking، أنا استيقظت في الليل thinking، بفكر في حاجة معينة، يبقى at night تطلق عموما. It isn't safe to travel at night، It isn't safe to travel at night، It isn't safe، It isn't safe to travel at night. The officer said، يبقى هنا at night يعني السفر عموما. برضو ناخد بالنا من حرف الجر on، احنا دايما بنقول on Friday، on Monday، ممكن نستغنى عن on، ولكن يعني ايه الامريكان بدأوا يعني في النطق بتاعهم يقولوا Friday على طول، I will see you on Friday، I will see you Friday، ولكن يعني المؤكد عندنا ان بيجي مع حرف الجر on. دي ملاحظة، يبقى اول ملحوظة عندنا ناخد بالنا at Christmas و on Christmas day، at the new year ده كأعياد، و on new year's day كيوم مميز. عندنا at night بتكلم عن الليل يعني عموما، in the night of ممكن اقول in the night of. طيب في عندنا برضو ملاحظات ناخد بالنا منها، لاحظ استخدام حرف الجر in و at يمكن ان يختلف حسب معنى الجملة، يعني مول I will meet you in the cinema، inside the cinema يعني أشوفك داخل، in the cinema معناه هنا في يعني داخل السينما، لكن I will meet you at the cinema كأماكن صغيرة خدت حرف الجر at معناه inside the cinema أو outside،
أو on the street outside يعني ممكن أشوفك داخل أو خارج السينما، يعني معناها عند في السينما. يبقى عندنا حرف الجر in مع المكان، حرف الجر in مع المكان in the cinema معناها بالداخل في السينما، at the cinema معناها إيه inside or outside يعني بالداخل أو الخارج. ناخد بالنا إن العنوان بجمع حرف الجر at. He lives at 14 السادات رود. He lives in سادات رود. ممكن الاتنين in أو on، in أو at أو وطبعا الطوابق on. طب دي الملحوظة الثالثة مهمة جدا وناخد بالنا منها. احنا قلنا أيام الأسبوع on وفترات اليوم in والتاريخ on. طب لو جه كلمة قبلهم مع دول، لو الفترة من فترات اليوم أو اليوم سبق بأي كلمة من دول ما نجيبش معها حرف جر خالص. يعني لو جيت كلمة this أو next أو last أو one أو every أو all قبل فترات اليوم أو قبل المدن الزمنية ما نجيبش حرف جر. last month ما قلتش هنا بقى إيه إن كذا، لا last month على طول. I will see you next Friday ما ينفعش أقول I will see you next on Friday، لا next Friday. There is no class this week ما ينفعش أقول this week، لا هنا this week على طول. يبقى هنا this morning، this afternoon، this evening، next morning، next afternoon، last morning. يبقى عندنا المدد الزمنية اللي احنا ذكرناها لو جي معاها كلمة من دول ما نجيبش حرف الجر. ايه هي الكلمات دي؟ this، next، last، one، every، all. مرة تانية this، this morning، next morning، last morning، one morning night يعني ليلة، one morning night يعني ليلة في الصباح، every morning، every day، every night، all nights يعني كل الليالي وهكذا. يبقى لو انا جالي كلمة من دول قبل المدد الزمنية ما نجيبش حرف جر. مين يفكرني بالست كلمات؟ this، next، last، one، every، all. this، next، last، one، every، all. تعال نشوف عليهم أسئلة كده ونشوف احنا فهمنا ولا لا. Choose the correct answer from A, B, C or D. They arrived. الساعة قلنا بيجي مع حرف جر ايه؟ at. They arrived at 5 o'clock. يبقى number one at. Number two. They arrived Friday. أيام الأسبوع ها قلنا on. They arrived شهور السنة in. I help my father every day at 7 from 7 to 9. لأن من مدة لمدة from 7 to 9. My brother was born on التاريخ. التاريخ بجمع حرف جر on. التاريخ on أيام الأسبوع والتواريخ on. Can we talk later? I am busy at the moment. At the moment, at present, at the minute طبعا بيجي معاه at، لكن هنا in a minute نفتكر الفرق. They will be here in a minute. In a moment لكن at the moment، at the moment لكن in a moment. I will see you the morning، in the morning. I will see you on Friday، ذكر يوم وفترة يبقى on. I will see you هشوفك. I will see you in في next ما فيش حرف جر خالص. next Friday قلنا لو عندنا next أو every أو last أو all الكلمات دي ما بيجيش معاها ايه اي حروف جر. Cairo is a cold place in winter، فصول السنة in. We had a swim in the river، in the river لكن in a river، in the river. We had a picnic in the river. My brother lives in Italy. In Italy. Sarah wasn't at work. العمل at work. طيب عندنا سؤال complete كده. I always go to the park. أيام أسبوع وفترة بنقول إيه on. On Saturday يبقى هنا on. نجوى usually visits her grandparents at the weekend. كلمة weekend at the weekend. We have English at 8 o'clock on. At 8 الساعة at. We walk to school in the morning. In فترات اليوم in. تعالوا بقى لسؤال الرايت.
قبل ما ناخد سؤال الرايت لابد نشوف نذاكر حروف الجر ونشوف ازاي نستخدم حروف الجر معانا. ايه هي بقى حروف الجر يا حلوين؟ بالنسبة لحروف الجر above over يعني فوق، above بتساوي over يعني فوق. The plane is flying above Cairo or over Cairo يعني فوق، over برضو معناه فوق. يوجد هنا التصاق بينهم، I put the blanket over her يعني وضعتها عليها. below يعني تحت، below يعني تحت أو أسفل، بتساوي under برضو معناه تحت. لا يوجد التصاق، يوجد هنا التصاق، under يعني أسفل، blue and أو under الاثنين صح. beneath يعني تحت، يبقى blue وunder وبنيث، blue وunder وبنيث معناهم تحت. between يعني بين، بس بنجيب معاها and، between بيجي معاها and يعني بين اتنين، بين اثنين between، بين اتنين بنقول between. مرة تانية بين اتنين بنقول between، أقول he is between علي and أحمد، يبقى هنا and. ليه؟ لأن between بيجي مع and بين اتنين، أما among بين أكتر من اتنين ما بنجيبش and. the teacher is among the students يعني المعلم ما بين الطلاب، طبعا أكتر من اتنين بنقول among. behind بتساوي at the back of، behind بتساوي at the back of يعني خلف، behind يعني خلفة بتساوي at the back of. The cat is behind the door يعني خلف الباب. next to بجوار، next to بجوار بتساوي by، بتساوي beside، بتساوي close to، بتساوي close to بتساوي near. هي beside فقط مش besides، يعني طبعا نشيل حرف الاس ده، هي beside فقط. يبقى عندنا مرة تانية، عندنا by beside close to near، he is next to أحمد، he is beside أحمد. لكن لو قلت كلمة beside معناها بالإضافة إلى أنا عايزة حرف الجر اللي هو beside بجانب، يبقى next to بتساوي by بتساوي beside بتساوي close to بتساوي near، he is next to أحمد، he is near أحمد، he is close to أحمد، he is by أحمد. opposite مقابل بتساوي across from، في أو مقابل. the door is opposite the window، the door is opposite the window يعني مقابل الباب. across from بتساوي opposite، across from بتساوي opposite يعني مقابل أو على الجهة أو الجانب الآخر. opposite opposite بتساوي across from. in front of، in front of أمامه، عكسها at the back of أو behind، عكسها أو opposite منها at the back of، at the back of. at the back of يعني خلفه، يبقى in front of عكسها at the back of. تعالوا ناخد بالنا برضو منهم، نشوف الرايت منهم. next to قلنا بتساوي near، بتساوي close to، بتساوي by، بتساوي beside بالنسبه لسؤال الرايت. above بتساوي over، on عكسها under، on يعني على، under يعني اسفل، on عكسها under. under بتساوي blue، under يعني اسفل او تحت، وblue يعني اسفل او تحت. opposite يعني مقابل بتساوي across from، لو قال لي opposite احط مكانها across from. behind عكسها in front of، behind او at the back of. السؤال اللي رايت كده بقول لنا نوال is in front of داليا، عايزة داليا، نوال امام داليا، يبقى داليا ايه؟ داليا is ها عكس in front of ايه؟ is behind، يبقى داليا is، نقول كده داليا is behind، is behind نوال. داليا is behind نوال يعني داليا خلف نوال، يبقى داليا is behind. طيب beside بقولنا نادر lives by the post office، نادر lives by the post office، يبقى هنحذف by ونحط ايه؟ هنحذف by ونحط beside، يبقى نقول كده نادر is او نادر lives sorry، نادر lives beside، قلنا beside مش besides، beside the post office. آخر جملة معانا، I go to school in a car، I go to school in a car عايزة باي، قلنا وسائل المواصلات بيجي معها باي، أما لو سبقت بأداة تعريف فبنحط in a car، in a taxi، in a helicopter وبقية المواصلات قلنا. طب هو عايزنا باي، نشيل بقى إيه ونحط باي كار على طول، يبقى I go to school by car. جميع وسائل المواصلات تسبق بحرف الجر باي،
ما عدا food unfood. ولكن لو جه أداة تعريف أو ضمير بنحط in a car, in a taxi, in a in a helicopter. أما الباقي بنحطه on. يبقى الجملة I go to school, I go to school by car, I go to school by car. لكن in a car, by car, in a car. My school is next to my house. هنقول إيه؟ هنشيل next to ونحط near. يبقى أصبحت إيه؟ My school is near my house. يبقى my school is near my house. He visits his grandfather on Fridays. في أيام الجمعة بيزور جده. عايز every, هنقول إيه؟ every Friday. من غير ما نقول every Fridays, لا every Friday فقط. on Fridays في أيام الجمعة كلها, يبقى كل جمعة. يبقى نشيل on Fridays ونكتب every Fridays. The table is in. المنضدة أمام الكرسي, يبقى الكرسي خلف المنضدة, يبقى هنعكس الاثنين. The chair is behind the table. آخر جملة the bank is opposite the supermarket. البنك مقابل السوبر ماركت, يبقى نشيل كلمة opposite ونحط across from, يعني مقابل أو مواجه, هي نفس الكلمة. يبقى نقول the bank is across from. The bank is across from the supermarket, اللي بتساوي ايه؟ opposite. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من حروف الجر, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.